السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. من معرض طوكيو للسيارات في اليابان، كشفت شركة سوزوكي عن سيارات عديدة من ضمنها سياراتها الكهربائية الجديدة لعام 2024 الفي اكس الجديد، وهي سيارة شبيهة بسيارات الاس يو في متوسطة الحجم لدى شركة سوزوكي، كهربائية بالكامل، تأتي ببطاريات بحجم 82 كيلو وات. وقالت شركة سوزوكي أن البطاريات سوف تأخذ السيارة إلى مدى يصل إلى 362 كيلو متر في الشحنة الواحدة. لاحظوا مقابض أبواب مخفية، منفذ الشاحن على الرفرف الأمامي، إضاءة خلفية LED متصلة على كامل خلفية السيارة. شكل السيارة جديد وتصميم مثالي وانسيابية كبيرة في الهواء. لا تنسوا متابعينا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد عن أخبار السيارات أول بأول، وشكرا لكم.